بهدف خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، يواصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم التمويل اللازم لجميع أنواع المشروعات التجارية والصناعية والزراعية بقروض ذات حدود مختلفة أقصاها 10 ملايين جنيه. وفي هذا الإطار أعلن الجهاز أنه مول نحو 400 ألف مشروع منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي بإجمالي 3 مليارات و600 مليون جنيه، منهم 160 ألف مشروع متناهي الصغر. ويحصل الجهاز على تمويل من 30 جهة مانحة من خارج مصر بمعرفة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن خلال 16 بنكا داخل مصر لديهم خبرة في هذه المشروعات ولهم فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية. ولتوفير التمويل أكد البنك المركزي أنه خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 110 مليارات جنيه في هذا المجال. ولتشجيع المشروعات التجارية يوفر الجهاز قروضا حتى 3 ملايين جنيه، وللمشروعات الصناعية نحو 5 ملايين جنيه، بينما يصل التمويل في المشروعات الخاصة مثل الطاقة المتجددة حتى 10 ملايين جنيه. وللتيسير على الشباب تحصل المشروعات متناهية الصغر على تمويل خلال 5 أيام، بينما المشروعات الصغيرة تحصل على التمويل المطلوب خلال 30 يوما. مرحبا بكم مجددا، وبنبدأ معكم فقرة حوارية جديدة. وكما استمعنا في التقرير السابق عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل إعلان جهاز تنمية هذه المشروعات عن تمويل 400 ألف مشروع منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو الماضي بإجمالية أكثر من 3 مليارات جنيه. وبالتالي أهمية هذا الأمر وفكرة دعم هذه المشروعات، خاصة وأن البعض بيرى أنها هي قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وهذه الخطوة بتتزامن أيضا مع خطوات أخرى من جانب الدولة لدعم الصناعة المحلية، وهناك برنامج قومي للتصنيع المحلي. أهمية هذه الخطوات بالفعل في توفير أجواء اقتصادية مناسبة ودعم المشروعات القومية الصناعية سواء على المستوى الكبير أو على مستوى هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأثرها بالطبع على عجز الميزان التجاري وكذلك يعني فرص النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. هذه النقاط وغيرها بالطبع سنناقشها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، المهندس عصام السعدي، عضو اتحاد الصناعات وعضو هيئة تحديث الصناعة. برحب بحضرتك مهندس عصام. اسمح لنا في البداية أن يعني نقيم هذا النشاط منذ بداية العام وحتى يعني في 7 أشهر تقريبا تم دعم 400 ألف مشروع من جانب جهاز تنمية المشروعات. أهمية هذه الخطوة والتركيز على هذه المشروعات في المرحلة المقبلة من جانب الدولة. هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس. هي اللي شالت اقتصاديات أكبر الدول. عندنا مثال بكوريا. كوريا الجنوبية في بداية السبعينات كان الوضع في كوريا اهتموا بالتعليم والتعليم الفني، وخرجوا من أول الدفعات اللي خرجوها بقى الكهربائية والسباكين واللحامين من مدارس التعليم الفني. أول مشروع خدوه كان النهر الصناعي العظيم في ليبيا، خدوا مليارات بسبب اهتمامهم بالصناعات الصغيرة وتعليم. ما أنت لو ما عندكش صناعات صغيرة مش هتقدر تدرب الناس دي في الورش اللي عندك، فمهم جدا، مهم جدا لأي صناعة عشان تطلع صناعات كبيرة لازم تكون عندك قاعدة سليمة وكبيرة جدا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. و الأستاذة نيفين جامع أنا اتعاملت معاها أما كانت ماسكة الصندوق الاجتماعي، عندها خبرة كبيرة، وعاوزين أكثر وأكثر يعني المشروعات محتاجة دعم. يعني على سبيل المثال حضرتك، عندنا في قرية صغيرة اسمها صف تراب قريتي تبع المحلة، عندنا حوالي 20 معجنة أو مصنع صغير للورق. للورق المصانع دي بتنتهي دلوقتي، فهي عاوزه نظره منها ومن السيد محافظ الغربيه. حرام ال 20 مصنع دول ينتهوا، محتاجين دعم فوري
لأن المادة الخام صعبة جدا ومرتفعة الثمن جدا، فيعني بلاش تصدرها، وياريت تتوفر بشكل كويس وتتحدث المصانع دي بدعم بسيط. يعني الفكرة إن هي يجي لها مثلا المصنع يبقى فيه عجان حديث بشوية، يعني مش هيبقى مبالغ كبيرة، وتحديث الصناعة أعتقد إنه له دور كبير جدا. الأستاذ أحمد طه والأستاذة كريستين والأستاذة نسرين أنا أعرفهم كويس، لهم مجهود، بس تحديث الصناعة محتاج يرجع زي الأول يدي تمويل. يعني هو بيدي تمويل للبرامج لا، أنا محتاج يدي تمويل للصناعة نفسها زي ما كان بيعمل الأول. لو حصل ده هتبقى خطوة كويسة جدا. فالمصانع دي لو تحدثت جزئيا هتدي كرتون استثماري وحاجات كويسة مطلوبة في البلد. طيب يعني هذه المصانع وغيرها طبعا في متعددة موجودة في أماكن كثيرة في محافظات مصر المختلفة، أليست الدولة بتوفر لها الدعم الكافي؟ هل هم خطبوا الدولة في هذا المجال؟ هل كان هناك تواصل حتى يتم التعرف على بعض المشكلات التي تعترض طريق هذه الصناعات؟ أم ربما هناك يعني انفصال أو الكل يعمل في جزر منعزلة كما نقول؟ بالضبط مش بالضبط قوي، لأن هي المصانع دي أغلبها ما معاش سجل صناعي، يعني هو يدوب معاه بطاقة ضريبية وسجل تجاري. يعني كانت الأستاذة نيفين بتدي للي معاه سجل تجاري وبطاقة ضريبية من الصندوق الاجتماعي كان بتدوب تقريبا 3 مليون. فحتى لو مشي الموضوع على هذا الأساس كويس. أو توفق أوضاعهم، يعني يبقى لهم واضح بحيث إن هم يقدروا يميلوا على البنك شويه، ياخدوا دعم يقدروا يحدثوا، يكون في تسهيلات ليهم بشكل كافي اللي احنا ننهض بهذه المبادره اللي عملها سياده الرئيس وال 5% هايله، وهي اللي شدت، يعني هي اللي قامت بالصناعه في الفتره اللي فاتت دي وما زالت بتعطي. وال 5% هي بتوصل ل 3.5 تنقصيه، فحاجه هايله جدا جدا، يعني مش موجوده. وعندنا كمان مكتب الالتزام البيئي الاستاذ احمد كمال والاستاذ عادل طه بيدوا فايده 2.5%، بيدوا 7 مليون للالتزام البيئي انك توافق اوضاعك البيئيه لاي منشاه صناعيه، بيدوا 7 مليون. ف 2.5% تنقصيه برضو ده حاجه هايله جدا. فاحنا محتاجين بس يبقى في تنسيق، يبقى في تنسيق للمشروعات اللي زي دي، لان في بعض الصعوبات اللي بيقابلها الناس في التعامل مع البنوك عشان خاطر الورق. طيب احنا نتمنى طبعا ان يكون في يعني تسهيلات وفي اعاده نظر في هذه يعني الاجراءات الروتينيه اللي احنا كلنا يمكن ربما بنعاني منها في نهايه الامر، لكن انا يعني بنسمع برضو ان في بعض التسهيلات من يعني في هذا ومساعدات كبيره جدا وفي يعني تيسيرات، يمكن كان في بعض النماذج اتكلمت عن هذا الامر، يعني فنتمنى يكون في اعاده نظر للمنظومه باكملها. طيب لو اتكلمنا عن فكره رعايه هذه المشروعات، يعني الفكره ليست دعم هذه المشروعات لكن متابعه هذه المشروعات ايضا. أيوة. في المرحله التاكد من الترويج والتسويق ونجاح هذه الموضوعات والتوسع فيها، يعني احنا مش بنعمل مشروع ونسيبه خلاص على كده. التوسع فيه ده مهم جدا. التوسع الرأسي مهم 10 اضعاف من التوسع الافقي. لما يكون عند حضرتك مصنع وبنيوت التحتيه من كهرباء ومن منشآت كامله وشغال، وتقدر تحط فيه خط تاني او خط تالت وتضاعف الانتاج، ده مهم جدا. وده نداء للاستاذ طارق عامر وللسيد الرئيس على المبادره، إن الحد الأدنى للمبادرة يرتفع من 50 مليون إلى 100 مليون. لأن إحنا دلوقتي اتعمل الحد الأدنى أيام ما كان الدولار ب 6 جنيه و 7 جنيه. كان ممكن 50 مليون يعملوا مبلغ كويس. إنما دلوقتي 50 مليون عشان تجيب خط أو تحدث خط بالنسبة للوضع الحالي مع وضع الدولار، لا صعب. فمحتاجة نظرة من الأستاذ طارق عامر والسيد الرئيس، مشكور على المبادرة، هي احنا استفدنا منها شخصيا في مصنع جديد، وبنخطط للتوسع اكتر. فعاوزين دعم شويه ونظره، لان احنا بننافس من دول كتيره جدا. يعني مثلا احنا في مجال صناعه الورق عندنا منافسه من دول، وكنا في المعرض قريب في التجمع. المنافسه شديده جدا، والحمد لله بدات الصناعه المصريه تاخد وضعها، فعاوزين الدفعه دي تستمر. طيب
احنا هنتكلم عن فكره دعم الصناعه المحليه بشكل مفصل واكثر تفصيلا، لكن خلينا نتكلم عن المسؤوليه ايضا لاصحاب هذه المصانع. ربما هناك البعض بيستغل هذه الاموال لاغراض اخرى، وانت تعلم هذا الامر، وهذه الامور اللي احنا السلبيات اللي احنا كلنا بنعاني منها. ازاي احنا بنتاكد ان الهدف بالفعل تم تحقيقه على ارض الواقع، ان هذه الاموال تذهب بالفعل للمستحقين للاستفاده في هذه المشروعات والجادين في هذه المشروعات، حتى نرى بالفعل مشروعات بتمثل دعم للاقتصاد المصري وتكون تجربه ناجحه؟ الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي البنوك، انا بتعامل مع البنك الاهلي فرع ثروت والبنك الاهلي فرع المحله، البنوك دلوقتي بيعمل استعلام اكثر من 5-6 مرات. طيب بس ما يلاش نجيبش عشان ده يعتبر اعلان يوم، فاحنا مش عايزين انا بقول يعني مش عايزين نذكر اسماء خالص بقى، لا بنوك ولا اي اسماء خالص. فالبنوك بتعمل استعلام دلوقتي، الاستعلام وبيتابعك، يعني ما بتجيب خط عن طريق البنك بيتابعك وكل خطوه انت بتمشي فيها لغايه ما تركب وتشتغل، ويتابعك وانت شغال يتابعك انت شغال ولا لا. لا ما عادش الكلام ده، كان زمان تمام، كان زمان ممكن ياخد فلوس ويهربها ومش الكلام ده، لا ما عادش. احنا دلوقتي بالفعل احنا جادين في الموضوع، منظومه البنوك اتغيرت خالص. تمام. طب انت شايف ايه المفترض ان الدوله كمان بتعمله في مجال تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه زي ما احنا بنتكلم، وفي يعني دعم كبير جدا 400,000 مشروع في 7 شهور، يعني برضه حاجه يعني كبيره جدا. وهل مثلا بيتم التركيز على صناعات معينه ام بتشمل مختلف الصناعات حتى يكون هناك تكامل حتى بين مختلف الصناعات المصريه؟ لا هي شامله مختلف الصناعات، ومجهودات كبيره بتبذلها الدوله في كل القطاعات المختصه بتطوير الصناعه، زي اتحاد الصناعات، زي اتحاد الصناعة، زي مكتب الالتزام البيئي، كل ده والبنوك المضرب بتاع 5%، كل ده بيدفع للصناعة. احنا شاهدنا طفرة صناعية في الثلاث سنين اللي فاتوا بسبب 5% تساوي السنين اللي مرت قبل كده. تمام. طيب لو اتكلمنا عن البرنامج القومي للتصنيع المحلي ودعم الصناعه المحليه في مقابل، طبعا انت كنت بتقول كان في منافسه شديده جدا في مجال من المجالات اللي هي صناعه الورق مثلا، وكان ده متمثل في بعض المعارض، واحنا بنحاول ان احنا بنوصل ببعض الصناعات للعالميه وعندنا قدره على كده وعندنا الامكانيات اللي بتساعدنا، لكن هي فكره الدعم والتمويل وتوفير الاجواء المناسبه لهذا الامر. انت اتجاه الدوله في هذا المجال مع اطلاق هذا البرنامج؟ لا، الاتجاه الدوله اتجاه، يعني انا قلت لحضرتك المبادره، و والاستاذه نيفين جامع لها باع طويل من ايام الصندوق الاجتماعي. تمام. عشان بس المشاهد يبقى عارف معانا اللي هي الاستاذه نيفين جامع اللي هي ماسكه دلوقتي جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، عشان يبقى احنا قاعدين نقول الاسم بس عشان برضه يبقى المشاهد معانا متابع. المشروعات الصغيره والمتوسطه هي قاطره تنميه البلد. والصناعه بتاعنا او المنتجات الصناعيه بتاعنا بدات تاخد طريقها الى الاسواق علشان خاطر تحرير سعر الصرف. تحرير سعر الصرف ادى ان احنا بقينا ننافس. يعني ولذلك بقى في طلب على الصناعه المصريه، عاوزين ندعم ده. وان ده يستمر بان ما نجيش نرفع بعض المكونات المحليه نقرب سعر المنتج المحلي من السعر المستورد. هيلجا التاجر والورش اللي بتصنع للمستورد. فاحنا عاوزين نفضل محافظين على الدافع ده، زي الصين محافظت على منتجها المحلي ودافعت عنه بشراسه لغايه ما بقت هي دلوقتي قوه اقتصاديه كبيره. فاحنا عاوزين نعمل كده على قدنا، بس ندافع عن منتجنا المحلي، ويا ريت احنا كمصريين نستحمل بعض. يعني انت ممكن تلاقي تشتري حاجه محلي ملابس ككذا 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 وتلاقي فيها بعض العيوب البسيطه هتتصلح، لان هو لما يبيع ويخش له دخل هيبدا يطور بعكس ما يقف. طيب فكره التكامل بقى كمان هنا بين الدوله والقطاع الخاص، اكيد الدوله برضو الامكانيات الى حد ما برضو يعني تحتاج الى دعم الدوله، يعني برضو الوضع الاقتصادي ربما ليس بالقدر الكافي اللي هو بيدعم كل هذه المشروعات، لكن لابد ان يكون هناك تكاتف بين الجميع، بين اصحاب المصانع كما كنا نتحدث، بين الدوله، بين اللي هي رجال الاعمال اللي موجودين، القطاع الخاص. يعني هل في تكامل في الناحيه دي وفي رعايه مثلا من رجال الاعمال الكبار او من منظمات كبيره معنيه بالاقتصاد لدعم هذه المشروعات، التكاتف مع الدوله في هذا الامر، ولا احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي؟ لا اكيد اكيد في منظومه كامله برعاية الدولة وبرعاية كل المنشآت أو الأفرع الصناعية المختصة لمتابعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة كمان.
في متابعة فيها من كل قطاعات الدولة ومهتمين، لأن هو ده الأساس. احنا لو ممكن أنا ذكرت مثال قبل كده، يعني لو بعد 10 سنين الدولار وصل 50-60 جنيه هيكون ايه وضع الاستيراد؟ هيبقى صعب جدا. لا، لازم احنا ننمو بالصناعة بتاعنا ونطورها ونستعمل ونصدر لغاية ما ننافس ونبقى، واحنا بدأنا ده. بدأنا ده بخطوات كويسة وبدعم الدولة وقطاعات الدولة كلها، هنوصل للي احنا عاوزينه. وفي جمعيات مستثمرين في كل المدن الصناعية بتناقش وبتحل مشاكل المصنعين، وفي استجابة من الدولة، وإن شاء الله احنا ماشيين على طريق كويس جدا نستمر فيه. هنوصل لنتائج كويسة، بس الموضوع ده بياخد سنين. تمام. هي فكرة كمان المصانع المتعثرة مهندس عصام، اللي كان في بعض المشاكل، وأنت تعلم هذا الأمر، كان في بعض الصناعات والصناعات القوية زي الغزل والنسيج وغيرها من المشروعات والصناعات كان فيها بعض المشاكل. أنت شايف تعامل الدولة والحكومة والمفترض منظمات المعنية بهذا الأمر أيضا لتكاتف وحل هذه المشكلات إلى النهوض بالصناعات المتعثرة، المصانع التي أغلقت نعيد فتحها مرة أخرى، يعني رؤية واستراتيجية الدولة في هذا المجال أنت شايفها حقيقة إيه لغاية دلوقتي؟ لا، كويسة جدا، وساعد على كده زي ما قلت لحضرتك دلوقتي تحرير سعر الصرف، وصناعة النسيج بدأت تشتغل تاني، لأن شوف أنت لما تجيب بنطلون أو حاجة مستوردة شوف ثمنه كام والمحلي ثمنه كام، فبدأت الناس تلجأ للمحلي، بدأت الصناعات النسيجية تعود، وإحنا عندنا في المحلة قلعة، بدأت المصانع ترجع في حركة تشتغل. لا، في حركة، في حركة. ويعني مثلا على سبيل المثال صناعة الأحذية، صناعة الأحذية في مصر لما تم تحرير سعر الدولار انتعشت وردت لها الحياة مرة تانية، لأن المستورد بقى غالي جدا. لا، عندنا صناعات كتيرة قوي بسبب تحرير سعر الصرف وبدعم والمبادرة بتاع 5% واهتمام البنوك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت ترجع تاني. طيب ايه اللي ينقصنا في المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي تنميه الصناعات؟ المتابعه، المتابعه والصبر وحصر كل المشروعات اللي هي طبعا ده هيجي. يعني الرقم اللي انت قلته من اول السنه لغايه دلوقتي حضرتك رقم كويس جدا، فلما نتابع بهذا المعدل هنوصل لنتيجه جيده جدا. طيب لو اتكلمنا عن، يعني برضه عشان كل المشاهد الكريم معانا، لو اتكلمنا على ارض الواقع، يمكن المواطن مش حاسس بالتقدم اللي بيحصل في الصناعات في ظل ارتفاع بعض الاسعار، واحنا قاعدين نتكلم ان سعر الصرف ده يمكن ادى الى يعني انعاش بعض الصناعات اللي هي موجوده في مصر، لكن يمكن اللي بيسمعنا يقول لك طب انا مش حاسس بحاجه على ارض الواقع، انا شايف في اسعار وفي ارتفاعات وفي حاجات زي كده، يعني احنا ممكن توضح له الصوره بشكل ازاي يعني؟ ده مشكله ثانيه. دي مشكله ثانيه. بس انت محتاجه صبر. لما تيجي تبني، انت عندك بيت وقع اتهد سواء بفعل فاعل او كوارث طبيعي، بيقع في قد ايه؟ على طول. طب لما تيجي حضرتك تبنيه تاخد شهور. ده بيت ما بالك بدوله. فلازم الناس تبقى فاهمه ده. الحمد لله ان احنا وصلنا لده، وان احنا الحمد لله انا قاعد في بيتي وعندي كهرباء وعندي شبكه صرف وعندي ميه وطريق بمشي عليه بتحرك عليه، من ولادي بيروحوا المدارس وبيجوا المدارس والجامعات. دول كثيره حوالينا بتتمنى جزء من اللي عندنا، واحنا كنا محطوطين على راس القايمه، فالحمد لله. لازم نصبر ولازم نعرف احنا كنا رايحين فين وبقينا فين، بفضل ان احنا عندنا قيادات واعيه وعندنا الشعب المصري واعي. لما فهم ان هو كان مراد الشعب دلوقتي صابر، يعني الدوله الوحيده اللي في العالم انك ممكن ب2 جنيه تاكل وجبه او ب3 جنيه تاكل وجبه. لا صعبه دلوقتي 3 جنيه دلوقتي يعني ب5 جنيه ليه؟ انت بتجيب كيس الذره بكام؟ مش وجبه. طيب خلينا نتكلم على فكره الاستفاده من الخبرات اللي موجوده. يعني احنا كنا بنقول ان في تجارب في كوريا الجنوبيه، كان في الصين عندنا الحاجات زي كده، فكره اللي هي تبادل الخبرات اللي احنا نماذج من عندنا او صناعتنا نستفيد من الخبرات اللي هي موجوده، ازاي اللي هم بالفعل وصلوا وحققوا النجاحات هذه، واحنا نحاول نطبقها مع اختلاف طبعا الثقافات والبيئه وغير ذلك من الامور. هل ده قائم بالفعل وفي تبادل الخبرات هنا واطلاع على خبرات اخرى بحيث ان احنا بنحسن من المنتج المصري في النهايه؟ اكيد.
اكيد احنا مثلا بنجيب خطوط انتاج من الصين. الحمد لله عندنا مصانع ركبناها في مصر. في مصنع اشتغل من اسبوعين في العاشر. بنشغل عماله. هو ما هو ده تعاون. وبعدين انا لما بجيب اله او خط انتاج كامل للصناعه من الصين مثلا واللي تقدمت جدا دلوقتي، بيبقى في بعض الكماليات اللي انا بعملها بجيب مخرطه وبجيب ورشه عندي وببدا لو عندي قطعه غيار بصنعها، ببدا اصنعها. هتيجي كده، هتيجي واحده واحده. مع استمرار ده والتبادل ده هنوصل لان احنا بالكامل نصنع عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. طب فكره اللي هي الثقه بين المنتج المحلي المصري والمواطن، ازاي بدنا نشجع المواطن المصري بالفعل على شراء المنتج المصري؟ ممكن في عدم ثقه، لا ده منتج محلي ممكن المستوى بتاعه مش للدرجه دي، واكيد احنا كلنا بنشوف الموضوع مع انه قد يكون افضل من الخارجي، لكن احنا في عدم ثقه بين المنتج بتاعنا وبين المواطن، معرفش ليه. ازاي احنا نحل هذه المعضله؟ ازاي بنؤكد على ان المنتج المصري بالفعل هو منافس وجيد وقادر اللي هو يعيش زي ما احنا بنقول زي المنتجات الاخرى اللي هي هو حضرتك الظروف اللي حصلت واللي انا قلت لحضرتك من شويه فرضت ده. فرضت ان المنتج المصري لازم تتعامل بيه، وده نتيجه كويسه جدا. في خلال سنتين اهو او سنتين ونص من تحرير سعر الصرف، انت حضرتك البدله اللي لابسها ايه؟ مصر. وانا البدله اللي لابسها صناعه مصري. القميص مصري. بدانا نستعمل وبكثافه المنتج المصري. ليه؟ هو صحيح الظروف فرضت ده، بس هم بداوا يطوروا كمان. يعني بدا هو مش عاوز الفرصه تضيع منه. اي مصنع محلي مش عاوز الفرصه اللي جات له على طبق من ذهب تضيع منه، فبدا يطور نفسه ويجيب معدات حديثه ويشوف ايه اللي يواكب العصر. وبدانا نصدر. احنا بدانا نصدر دلوقتي. تمام. يعني فكره التصدير، يعني انت التجربه خلاص اثبتت للمواطن المصري بالفعل نجاح المنتج المصري اللي احنا ممكن نعتمد عليه بشكل ما. طب فكره التوعيه بقى اللي احنا كمان نسوق لمنتجاتنا ونروج ليها ونتبنى هذه المشروعات مثلا الجميله اللي موجوده في مختلف المحافظات المصريه، جميله جدا، حاجات حلوه جدا ومعروفه جدا، بس ممكن بعض المواطنين لا يعلموا بيها للاسف الشديد، اللي هي موجوده مثلا في قريه فلانيه او في محافظه في من ضمن المحافظات. اذا احنا نخلق حاله توعيه مثلا، ودي مسؤوليتنا احنا كوسائل اعلام كمان اللي احنا نقوم بهذا الدور، اللي احنا نسوق لهذه المنتجات اللي موجوده هنا وهنا 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 وناكد عليها، وبالتجربه هي تثبت هل كانت قادره على المنافسه ولا مش قادره على المنافسه. اكيد. اهميه هذا الامر تشوفه ازاي؟ وازاي نحققه بالفعل؟ مهم جدا. انت حضرتك لمست نقطه مهمه جدا وهي الاعلام. القنوات اللي انتشرت في السنين اللي فاتت اللي كانت كل مهمتها هي النقد والهدم اثرت بشكل غير طبيعي. ده يعب المسؤوليه عليكم هنا في مسبيرو في التلفزيون المصري اللي لازم ترجع له الحياه بكل قوه، لان هو ده اللي هي الجناح الثاني لقاطره التنميه، اللي هو يوعي الناس ويقول الحقيقه للناس مجرده. في ناس هدامه كتير لازم نكشف نواياهم بواسطه ايه؟ انتوا اللي هتقوموا بالدور ده. انتوا اللي هتقوموا بدور توعيه الناس بشكل، ولازم تكونوا مهيئين لكده في الفتره اللي جايه. يا ريت. تمام. فكره كمان اللي هي يعني استثمار الامكانيات المتاحه في كل المحافظات المصريه مثلا، يعني الغربيه غزل ونسيج وورق وغير ذلك، يعني في محافظات اخرى بتشتهر بحاجات بدمياط بالاثاث وغير ذلك من الامور. فكره التكامل، يكون في معارض مثلا هنا في الغربيه للاثاث، في معارض مثلا الملابس والمنتجات الموجوده في محافظه اخرى، بحيث ان احنا برضو بنسوق وبنساعد بعضنا البعض وبنعرض منتجاتنا في كل الاماكن. يعني حضرتك لمست نقطه مهمه جدا. الصين عامله مقاطعات عندها، كل مقاطعه خاصه بصناعه معينه تتميز بصناعه معينه. احنا هنا يمكن بدانا، جت طبيعيه ما كانتش مقصوده. بس عاوزين ننمي ده. عاوزين ننمي مثلا ان الصناعات الثقيله مثلا في القاهره وحلوان، الصناعات النسيجيه والورق في الغربيه او في المناطق الصناعيه، المنوفيه تتميز. احنا عاوزين يبقى ندفع ده. ندفع ده هيبقى مهم قوي قوي قوي.
ونتكامل. فكرة التكامل دي فكرة مهمة، اللي احنا عندنا إمكانيات موجودة في مختلف المحافظات، بس يمكن ما زي ما احنا بنقول ما فيش تكامل بينها، أو ما فيش عدم تنسيق إلى حد كبير، فتبقى مهدرة إلى حد ما في هذا الأمر. وممكن برضو في المنافسة الخارجية، يمكن كمان دلوقتي الاستيراد أقل من الخارج، وده فرصة للمنتجات المصرية اللي هي بتعرض نفسها وتستحوذ على الساحة المصرية. يعني مستقبل هذا الأمر، وبقى يمكن دي رسالة أخيرة بنختم بيها كمان للسادة المشاهدين والأفاق اللي جاية، يعني عايزين رسالة تفاؤل وطمأنة للناس. ايه اللي جاي في المجال الصناعي؟ امتى انا احس كمواطن بنتيجه اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع؟ يعني انا في مجال صناعه الورق انا شايف ان احنا ماشيين بخطوات، وفي كل القطاعات، في القطاعات الصناعيه خطوات ممتازه وخطوات واسعه نحو الاكتفاء الذاتي. نعم. والتصدير. والمعارض اللي بتتم لكل الصناعات بتبشر بالخير، والصفقات اللي تمت في المعرض بتاع التجمع اللي فات ده كان من 10 ل 12 9 الصفقات اللي تمت لتصدير المنتج المصري مبشره، وان شاء الله الخير جاي، بس ننتظر ونتحمل ونستعمل المنتج المصري وبلاش نطلع اشاعات عليه. طيب انا بشكرك يا مهندس عصام السعدي، عضو اتحاد الصناعات وعضو هيئه تحديث الصناعه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك، ومزيد من التقدم ان شاء الله. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد وقفتنا الاقتصاديه والزميل محمد عبد الحكم.